التسميت انه يكون مغلق، لانه راح نسمت احنا التجويف مالتنا على مرحلتين، نسمت على المرحله اللي هي المنطقه او بها المنطقه الضعيفه، تم عمليه التسميت لحد الدي في او فتحات الدي في، لان هاي الفتحات تكون مغلقه. ورا ما نكمل عمليه التسميت بالمرحله الأولى، وهنا أي زيادة بالسمنت راح يسبب لك كارثة، لأنه راح تصعد عن الفتحات وبالتالي تسد لك الفتحات وتفشل العملية. لازم تكون حاسبها بصورة دقيقة لحد أو تحت الدي في أو فوق المنطقة الضعيفة وتحت الدي في، الغاية منها على مود أنت تسيطر على المنطقة الضعيفة وسمتها. المرحلة الثانية لأنه قلنا الفتحات أنه مغلقة، راح نرمي هذه العدة اللي هي سدادة الفتح هاي داخل الدي في، ومجرد تسليط ضغط أو وزن عليها بواسطة سائل راح تنكسر المسامير، وبالتالي هاي الطوق راح ينزل، وبالتالي راح تنفتح هذه الفتحات، لأنه الفتحة المركزية تكون مغلقة، وبالتالي راح تنغلق الفتحة المركزية، الفتحة المركزية تنغلق، وبالتالي راح ينفتح هذه الفتحات ويخرج السمنت من هذه الثقوب، ويزيح لك شكو بقايا سمنت ملوث وطين لغرض تسمية المقطع الثاني. ورا ما تنتهي العملية هنا أي زيادة بعملية السمنت، كمية السمنت اللي تحاسبها ماكو أي إشكال، لأنه راح تسحب شكو سمنت ملوث والطين بقايا من الطين بالمجال الحلقي إلى السطح، وبالتالي راح يطلع لك سمنت نظيف. وأي زيادة بالسمنت هنا تكون هي دليل على نجاح العملية. ورا ما تكمل على مود لا يرجع السمنت مرة ثانية، فنرمي سدادة الغلق، هاي سدادة الغلق، أيضا بداخل التجويف أكو طوق ثاني مثبت بواسطة مسامير شيربين تنكسر، وراح ينزل الطوق الثاني وراح يغلق هذه الفتحات، وبالتالي حصلت على مقطع مسمت واجتازيت المنطقة الضعيفة وتخلصنا من أي مشكلة. هنا أي قلنا أي زيادة بالسمنت للسطح هي عملية نجاح للعملية، وجاوزنا الخطر اللي موجود هو وجود الطبقات الضعيفة، إنه عملية التسميت بمرحلتين اللي هي أو ما يسمى بالديفي.